طيب قبل ما نتكلم عن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لو نتكلم عن مرحلة ما قبل الهجرة والتخطيط للهجرة، وبرضو لو نركز أكثر في حديثنا عن بيعتا العقبة الأولى والثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالإعداد إلى الهجرة كان مبكرا جدا، وبالمناسبة الهجرة تعد سنة من سنن الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. يعني فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، فإذا هجرة الإنسان من مكان إلى مكان هو كان أمرا معهودا قبله صلى الله عليه وسلم من قبل الأنبياء. تبدأ الإعدادات أو الإرهاصات نقدر نقول للهجرة إلى المدينة منذ العام الخامس من البعثة النبوية، وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة. وكانوا في حوالي 10 أفراد رجال و4 نساء، وقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، رقم واحد. ولأنه الحبشة لم يكن فيها كثير من القبائل المتناحرة، فمش هيحصل فيه يعني تناحر أو تنازع أو اختلاف في الرأي أوي. وده درس مهم جدا، أنه متى ائتلفت القلوب نقدر نقيم دولة. الناس لما تبقى متشاحنة ومتباغضة مع بعضها تلاقي أنه ما يحصلش استقرار أبدا. لابد من الهدوء في كل الأحوال. وبعدين تحصل البيعة، تحصل الهجرة الثانية، وكان العدد أكثر، حوالي 80، ما بين 80 و100. ويعني يذهب كفار قريش إلى النجاشي ويجادلوه ويقولوا له: الناس دي احنا عايزينها، ويحصل الجدال ولا يعودون. بايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رضي الله عن الذين بايعوه، لأنه كان يعرض الأمر على الوفود اللي كانت بتيجي عشان تزور البيت، ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ده من دروس التفاني في الأمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخر جهدا أبدا في تبليغ هذه الدعوة. ومن الأسباب التي جعلته يرتقي بالسيدة خديجة إلى أعلى المراقي أنها كانت أيضا تعينه على هذا الإخلاص. ادت له من فلوسها وقالت له: اعزم قريش كلها على جمل وخليهم ييجوا ياكلوا وينبسطوا، وبعدين قول لهم بقى اللي انت عايزه وادعوهم والدنيا تبقى كويسة جدا. عمل كده ومبسوط، والناس قعدت وبتاكل وكذا. فأول ما خلصوا طلعوا الأزايز وشربوا وسكروا. فدخل حزينا على السيدة خديجة: مالك؟ قال: سكروا يا خديجة. قالت: ادعوهم إلى مثلها غدا. فعشان كده يقول: واستني بمالها ويعني إذ حرمني الناس. فإذا التذكر العهد كان على أوفى ما يكون من الأنبياء ومن الذين يؤمنون بالأنبياء. فالإخلاص والتفاني في قضاء الأمر سبيل إلى قضائه وسبيل إلى تنفيذه. مفيش حاجة بتتم في الدنيا بالتمني طبعا. وإنما بتتم بالرغبة أولا والإيمان واليقين، وبعدين نبتدي في الإعداد والتخطيط. نعم.